وشافك انك انت مستقر، وشافك انك انت برضو فيها، بحس ان التلات كروت انجمعوا هدول مع بعض عشان انه انت عنيد. يمكن شافك انه انت عنيد، انت شخص عنيد يا برج السرطان، يمكن عاندت مع هذا الشخص. وبرضو انا شايفه انك هو كان حاسس معك برضو احساس انه كان حاسس معك بالاستقرار، كان حاسس حاله ملك، كان ثابت، كان يعرف وين يوجه خطوته بالضبط للاستقرار. وكان شايفك انك انت معطاء، ولانه هون شايف شخصيتك انت معطاء برضه، وانك طيب وحنون، ومشاعرك مش طفولية، مشاعرك حقيقية كالطفل اللي لما يحكي للام انا بحبك، معناته صادق الطفل، وبحب، لانه الطفل بيعرفش يكذب، انه يعني يكذب على الشخص اللي هو بحبك وهو بحبش. لانه لما الطفل يروح لشخص ويحكي له مثلا انت بتحب، الطفل يكون خايف منه، بظهر مثلا ملامح بتظهر عليها الخوف وبيبعد عن هذا الشخص. فهو حاسك انك انت كالطفل الحقيقي يعني، وكمان كانك كيف الطفل المولود جديد، بتحملش اي حقد اي كره لهذا الشخص، لا نهائيا. وشافك انك انت قدمت له شيء حقيقي، عرض حقيقي، حب حقيقي، كنت معاه طيب لاخر درجه، وكنت معطاء، وكنت كمان لما تعطيه الفكره تعطيها هي، بتعطيه هي بحب، مش تعطيه مثلا بعنف او بكبر انك انت واو انت حليت له مشكله، لا. وكان شوف لما انت تحل له مشكله تعطيه الحل بطريقه عفويه وطريقه حب وود. كان يشوفك انت ودود كتير، يعني انت دائما بتحب تبدأ معاه وبتحب تطمن عليه. هو شايفك انك انت انسان بتحب تطمن على الانسان اللي بتحبه. الطيبة تبعتك هي اللي خلتك دائما يعني توجه هذا الشخص للمسار الصح. هو شايفك انه انت دائما كنت توجه بطيب، مش بكب، يعني بانه انا خليتك تعمل كذا وكذا اشكرني، لا. انت كنت توجه من محبته، من محبتك له، من حبك له. هو شايفك انك انت بعدين انت شخص موجك هادي، مش يعني عصبي او الايجو عندك عالي. هو شايف انه فيش عندك ايجو او يعني كرامة زائدة، لا. انت يعني بتروح وما عندكش مشاكل نهائيا في الاصلاح، يعني بتصلح يعني طيب من الداخل. هو شايفك يعني انت دايما بتبلش في، يعني انت بتجيش مثلا نحكي البيت والنايت، النايت دايما بيجي على حصان وماسك الكاسه قدامه وبيمشي خطوه خطوه، و شوي هيك انه هيني انا اجيت وافتحوا لي الابواب كلها واستقبلوني في مثلا هللولي اني انا اجيت. وانت لا، انت بتيجي على اجريك بكل طيب وخاطر وبكل تواضع، متواضع، ايوه انت متواضع. لما تشور عليه كنت متواضع، تشور عليه لما تبين له حبك كنت متواضع، كل تواضع تبين له كل شيء. شايفك طيب 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 لدرجة مبالغ فيها. شايف، وشايفك طيب طيب لدرجة رائعة. شايفك يعني انت اذا هو كان مثلا في غضب وفي قمة الغضب، انت بتطبطب عليه وبتعرف تعطيه حلول بالطيب. وشافك ان انت روحاني جدا جدا جدا، طيبتك روحانيتك عالية. شافك انك انت كمان اذا هو مثلا سبب لك اذى، انت بتضل متسامح وبتترك الامور لله. وشافك انت مؤمن بالله جدا، انت مؤمن بالله بعضاء الله، وانت دائما مؤمن انه الحياة هي، او شافك خلال علاقته معاك شافك انك انت متساوي، مؤمن في المساواة واعطاء الناس حقوقهم، زي ما انت بتاخد لازم تعطي.
احتمال هو شافك انك انت مستقر في علاقة وانت كنت طرف ثالث وهو كان طرف ثالث عفوا، واحتمال انه شافك انك انت بتهتم برضو للماديات، بتحب تكون مستقر، ما بتحبش انه انت تحتاج حدا، بتحب تضل مستقر وما تطلب من حدا اي معاونة. بس هو شايفك طيب جدا جدا جدا. برج الاسد، برج العذراء والاسد في المرة. طيب بس هو زعلان هذا الشخص جدا على فراقه، هو عارف ان انت زعلت لانه دخل طرف، احتمال هو الميولة من ناحيته مش من ناحيتك، كمان في حدا عرض عليك الحب لكنك انت خلاص سكرت قلبك لانه انت حسيت ان الحب انت مش مآمن في الحب، وانت مش حاسس بامان داخلي او مش مأمن لحدا يجي ناحيتك، انت أغلقت قلبك وخلاص، انت حكيت انا بزيادة هيك خلاص تبت، يعني انا لسه طالع من تجربة، فاحتمال انه يكون في حدا عارض عليك الحب وانت خايف تقبله لانه انت مش مؤمن في الحب. فهون بقول لك انه السلام بيجي لما انت تؤمن في الحب، انه الحب موجود، والتسامح تنساش انه لازم يصير تسامح لان الشخص شكلهم ابدع فيك، زهقك من الاخر، زهقك وانفجرت فيه، يعني انت كشفت حقيقته كليتها ورميته من البرج كله. يعني هو زي طهق خليك، يعني جبت يعني وصلت معك لمرحلة انه خلص it's enough، بكفي انه لازم تحط الستوب وتطلع من حياتك. انا حس انه انت اكتشفت انه هو في علاقة. طيب إيه شو نواياه؟ نواياه دفول، والخطوة تبعته توقف صور. نواياه هي البداية الجديدة، بلش من الصفر، بلش بداية جديدة نوية. بس شو هي البداية؟ بدنا نشوف ايش هي البداية. مش عارف كيف بلش بداية وبده يروح. الشخص هذا نواياه يستقر، يستقر ماديا، احتمال انه اللي بينكم كان مشروع وهو خذلك في المشروع هذا، وانت كنت تعطي وهو ياخذ بس ما كانش يعطيك. فالشخص هذا نواياه ناوي انه يقدم لك عرض، بس خليني اشوف ايش خطوته. التوف سورد، وانه بده يتباعد، الشخص بده يتباعد، بده يتوازن، استقر. طب خليني اشوف بس الشخص هذا شو نوعيه من ناحيتك. برج السرطان، شايلت برجك انت السرطان، العقرب الثالث والمندي، بيتباعد الشخص، نواياه وخطوته انه يتباعد. الشخص هذا بده يبلش رحلة جديدة في حياته، هي رحلة الاستقرار ورحلة انه يفوت بعلاقة، يجرب علاقة أخرى. الشخص هذا بده يشوف حياته، بده يعيش لنفسه. شكل الشخص هذا مش مسؤول، الشخص هذا مش مسؤول. أشوف بس، بس هو بنتظرك، انت اللي على فكرة، لانه هو شايفك
هون كان عندنا شايفك انه النايت اوف بنتكل. خلينا نشوف. المهم هون طلع لنا انه هون هو شايفك النايت مستقر. على فكرة الشخص هذا بده يبلش بداية جديدة ويستقر زيك. هو بده يستقر زيك ويصير طيب زيك وفي حاله وهادئ، وكمان هو بده يفرجيك انه قادر يبدأ بداية جديدة لكن بعيد عنك مش قريب منك. الشخص هذا يتباعد، يمسك على نفسه ويتباعد. احتمال الشخص هذا يتباعد عشان انت تبلش معي. انت يا برج السبت تقدم له العرض يستعطفك، انه عارف انك طيب مش راح تقدر تبعد عنه، واذا تباعد راح انت تخاف عليه وبدك تعرف يعني شو اخباره، ليش تباعد، اختفى. بده يختفي الشخص هذا عشان انت اللي تبلش. انت هون انت اللي تسال عنه وبتخليك تراقبه، تعرف اخباره او تعرف انه بلش بدايه جديده او تباعد عنه. لأنه يتباعد، يبعد عنك بعيد كتير، يغير اتجاهه، يبعد ويستقر ويخلق على الموضوع مؤقتا. طب هم عموما بقول لك في نيو لاب، انت شوف النيو لاب الجديد لأنه في حب جديد. وبقول لك إنه السلام الداخلي بيجي لما إحنا نؤمن في الحب، لما إحنا نؤمن إنه في حب في الحياة. يعني أكيد راح. خليني اشوف لك بس كمان كارت قبل ما نسكر الحلقه، لانه مش عارف الشخص هذا كيف شخصيته. يعني شخصيته مبينه مش مسؤول وبحب يعمل لهفات، يعني يعمل مقالب انه يتخبى، فانت تقلق عليه فانت تروح تسال عنه. تمام، يعني مش انه يحلها بالعقل، لانه يعني عارف انك انت راح تقلق عليه وتصير تسأل هو طب وين اختفى، هو ليش تباعد، هو يمكن مريض فبده يخليك تقلق عليه هيك. يعني حس انه بقتش طفولي، تفكيره طفولي، يعني بده يعمل حاله عنيد ويتباعد ويمسك نفسه. مال الشخص ده علاقات متعدده، مرق بعلاقات كتير، فهو عارف انه كيف يقدر يرجع العلاقة. يعني مرق بتجارب كتير فعارف انه كيف يرجعك، يعاود يرجع اتجاهك لعنده. هون بيحكوا لك تذكر من انت، انت طفل قوي ومحبوب من الله، انت محبب للغاية، انت طفل محبوب تذكر انه مين انت. انت طفل محبوب، انت شخص محبوب من الله ومحبوب للغاية لانك انت طيوب. وقلت لك انت كطفل، يعني انت هو شايفك كطفل، مشاعرك صادقة زي الثوب الابيض نقي. هون بقول لك تذكر انت مين، واذا في حب بحياتك جديد خده، لان انت بحاجة انه تآمن انه في حب. طب عشان طب هل هذا الشخص بحبك؟ هو متحفظ فيك جدا جدا، مركز معي، لكنه الشخص هذا بيعرفش يتصرف في المواقف الصعبة في العلاقات. فشو بيعمل؟ بيهرب عشان انت تلحق، يعني بيخبي مشاعره وكل اشي عشان انه انت تحن له وترجع، تشتاق له وترجع. بحبك جدا هذا الشخص. ناين اوف بنتكل وتو اوف كابس، يعني اكتر من هيك يعني هو مخبي، حتى بدش يحكينا، بدش احكي لكم يعني كيف اللي كشفتوه عني. هلا احنا نعرف الشخص هذا بحبك جدا جدا، انت
بالنسبة إلى بحس معك الحرية، وبحس حالا إنه طفل أو مدلل، بحس حالا مدلل معك، وبحس إنك أنت بتفهم من نظرة عيني، يعني لما أنت تشوف عيني بتفهمه طوالي وبتعطيه مثلا شو بده، فهو محتفظ فيك مش طالع من راسك نهائيا. طب خلينا نشوف انت برج السرطان شو مشاعرك انت من ناحيته. انت مكسور قلبك، واو، انت تعبان جدا، انت في قمة تعبك، عشان هيك بيقولوا لك سامح، وان عشان تكتشف ان الحب موجود انه لازم تسامح، يكون في عشان يكون في سلام داخلي، عفوا لازم تسامح، وعشان يكون في سلام داخلي كمان انه تؤمن في الحب، انه في حب. انت غلبان، انت مكسور قلبك لدرجة يعني. طيب هذا الشخص شو عمل فيك؟ معلش يعني حبيبي على غاظك، غاظك علاقة، الشخص هذا غاظك علاقة، غاظك بشيء ما، أو قص عليك، كان قاس عليك، قاس الحكم، الشخص هذا كان قاس عليك جدا. انت تعبان، مخنوق، انت من التعب، وكأنك مش قادر تحكي، يعني ملتزم الصمت. الشخص هذا اتسلط عليك لأنه شافك طيب. أوف. الشخص هذا تعمد يكسر قلبك، وانت بتعرف ان هو تعمد يكسر قلبك، دخل طرف اخر عندك، الشخص هذا طرف اخر تلاشاك واخذ علاقة اخرى، طرف اخر ثرثر عنك بكلام كان قاسي جدا بالنسبة لك، كسر قلبك هذا الكلام، أو الموقف اللي شفته هو كسر قلبك، وهو كان يعني قاسي معك، يعني بدون رحمة، عاملك بدون رحمة. برضه برج السرطان كمان احتمال انك تتعامل مع برج السرطان مثلك. أو كأنه مثلاً حط لك بلوك وهرب، حكى كلام كان قاسي بالنسبة لك، قصى على قلبك وشرد، تعب وشرد. يمكن حط لك بلوك وهرب فجأة، أنت حطيت له بلوك وخلص أنهيت الموضوع، لأن قلبك انكسر خلاص، يعني مش قادر تتحمل أكتر من هيك. طيب خلينا أشوف، حكينا إحنا برج السرطان زي فيها برج السرطان، بس اطلع من كسرة القلب هاي. خلينا نشوف نصيحة من التاروت إلك يا برج السرطان، فيك تشاهدنا. ارمي من الماضي ورا ظهرك، فكر في حياتك، واطلع من العلاقة الثلاثية هاي. إذا أنت كنت في علاقة ثلاثية اطلع منها، وتقدم خطوات لقدام. في اشياء، في نيلاب جايك، وانت محبوب من الله، وبس انت محتاج تسامح، ومحتاج ان انت عشان تحس بالسلام داخلك وتمشي لقدام، محتاج انك تؤمن في حب. يعني انت احتمال بيجيك اشخاص وانت بتقول لا بديش، انا بخاف، يمكن بس اعجابه يروح مثل الشخص اللي قبله. فانت قدم لقدام، اترك كل شيء وراك، وفكر في مستقبلك، وفكر في نفسك، تقدم فقط، فكر في الاشي اللي في ايدك، انت في مشروع، في شخص امامك، في شيء فكر في عائلتك. واذا انت حاسس انه العائلة هي مثلا قيدتك ومش قادر تطلع مسؤول انت عن عائلة، اطلع اكسر القاعدة وحب نفسك، تخليش يعني حبك للاخرين يكون على نفسك، يجي على نفسك. فانت بس قدم لقدام، ارمي الماضي وراك، وفكر في مستقبلك، في حياتك انت. طيب عندنا طاقات مائيه، ناريه، وهوائيه، وترابيه، كل الطاقات موجوده في القراءه.
شكرا لكم يا برج السرطان. اذا حابين تحكوا لي شو قصتكم وشو الشخص اللي سوا فيكم احكوا لي في التعليقات، لانه شكله يعني جايب اخرك للنهايه، جايب معك يعني انت تحملته فوق طاقتك. بس على فكره بدي احكي لك، اذا الشخص اللي تركك عشان طرف اخر فهو بنفس اللي عنه حاليا، لكن انفصال قاسي، حق قاسي يعني بمر فيه. وهو على فكره في هذا الانفصال تذكرك و اتشوش انه كيف تركك وصار يقارن بينك وبين الشخص اللي بنفصل عنه. ف انبسط وافرح يا برج السرطان، ربنا ما بيضيع حق حدا نهائيا. شكرا لكم، لو سمحت اذا كنت جديد معنا في القناه اشترك وفعل الجرس ليوصلك كل جديد، لا تنسوا اللايك يا جماعه والشير.